أيها الحب الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم في هذه الانطلاقة وفي هذه المسيرة، وما زلنا نحن نتابع أيضا خيلة الشعارات التي تنهال وتشارك على المركز الأول. نتابع ما شاء الله شعارات، يعني كلها في موقع واحد، كلها في موقع واحد، ونتابع الإبداع والخبرة والإثارة، نتابع المقدمة، نتابع هذه الشخصية مصبح بن خلفان بن مصبح الجبالي ولد الخال. يلا يا ولد الخال، استعد 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 لهذه الشعارات القادمة. المركز الثاني طرب محمد بن عبيد بن راشد بن صندل من يأتي مع طرب المركز الثاني، والمركز الثالث أقول جبارة خليفة بن حمد بن سريم الاجتبي قادم من الميدان، قادم من الميدان ليشاركنا في ميدان سيف العرب. المركز الرابع فهنا من حافظ سعيد بن حمد بن جمهور الأحبابي. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، وهذه شخصية، وأنت شخصية، أنت بالفعل أنك شخصية، شخصية تتقدم بشعار مصبح بن خلفان بن مصبح الكبالي. هو من يقدم لنا شخصية بالمركز الأول والمركز الثاني، تهاجم وتقادم اللي هي حشيمة علي بن سلطان بن هاشل الاستبي المركز الثالث. وصلكم بن جمهور ويحب يحب يحب أن راعي قمرية، هذه قمرية السيف بن هلال بن سعيد الرشيدي قادم ايضا له بصمه واضحه في المنافسه. استعد يا الكبالي، الكل بدا يهجم، الكل بدا يقادم، وقدوم القدوم من كل الشعارات. هني ايضا تاتينا بالمركز الثالث، فهنا حشيمه علي بن سلطان بن هاشل الاجتبي المركز الرابع اقول وحل سالم بن مسلم بن حمد المخيلي. هو من يتقدم وبدا الصراع. الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، القمرية الفنانة الخطيرة، الناس والكاس وقمرية الناس والناموس من يتابعون القمرية، قمرية لسيف بن هلال بن سعيد الرشيدي. يا سلام يا سلام يا سلام، اخذ الناموس، خذ مفتاح الناموس، خذ التهاني يا سيف، خذ السيف يا سيف. تهانينا لسيف بن هلال بن سعيد الرشيدي المركز الثاني، حشيمة العلي بن سلطان بن هاشم المركز الثالث، فأنا وحيد.